فزي ما لاحظتوا أماكن التخزين في كل مكان في السيارة، ولكن فولفو مش فقط فيها أماكن للتخزين، فيها أيضا أماكن للتخلص من الأشياء هون بالنص. حياكم حبيبي مستر مواتر، فولفو واحدة من المصنعين وواحد من البراندز اللي بحياتي ما فكرت انه حيكون عندي اهتمام فيهم، ولكن من فترة جربت الاكس تي 90 اللي هي الاس يو في الكبيرة وصراحة اعجبت فيها، فصار عندي فضول كيف حتكون سيارات فولفو الاصغر، وعشان هيك اليوم قررت اجيب الاكس تي 40 اللي هي اصغر وارخص فولفو اس يو في ممكن تشتريها اليوم. الاكس تي 40 بتنافس امثال المرسيدس جي ال اي والكاديلاك اكس تي 4، ولكن صدقوني لما اقول لكم انه الاكس تي 40 فعلا مميزه. من الامام مثلا شوفوا عند فولفو عندهم هاي الطريقه الجديده في المصابيح الاماميه، هاي بسموها ثورز هامر اللي هو المطرقه تاعت ثور. ايضا من الامام هاي اللي معنا الاكس تي 40 هي الار لاين اللي هو النسخه الرياضيه نوعا ما منها، فبتشوفوا الشبك في الامام بالكامل اسود، ايضا من تحت في لمسات سوداء، داير مدار السياره حتشوفوا لمسات سوداء متكرره. لاحظوا مثلا الشبك من هاي الزاويه، فولفو بحياتها ما كانت تعمل هيك سيارات، ولكن هاي الاكس تي 40 تستهدف ناس مختلفين عن ناس فولفو الاعتياديين، هاي موجهه للاجيال الجديده، للناس اللي اصغر عمرا. افضل زاويه بالنسبه لي انا بالسياره هي جانب السياره، خاصه هاي اللي هي الار ديزاين، بتشوفوا السياره كيف مفصول اللونين، فوق لون اسود وتحت بادي السياره اللي هو بسموه جليشير سيلفر. هلا هاي حركه الالوان فيها لما تحط انت لون غامق فوق ولون فاتح تحت ومره ثانيه لون غامق تحت، شو بيعطيك؟ بيعطيك شكل تخيلي للسيارة أصغر من ما هو على الواقع. حتلاحظوا أيضا كيف في هون تخصير للباب، عاملين فيه هاي الفتحة اللي تدخل داخل الباب، كمان نفس الهدف، كل ما يكون الباب قطعة واحدة يعطوه منظر أصغر من ما هو عليه بالواقع. بالخلف حتشوفوا كيف هاي الزاوية تاعت النافذة الخلفية بتطلع وبتطلع لفوق، فبتلاحظوا إنه البادي مسحوب إلى الأعلى، كمان نفس الفكرة، بيعطوا الخصر من ورا حجم وعرض إضافي. نفس حركة المطرقة اللي بإنارة السيارة، إذا بتطلع على الجانب من هون بتشوف أنه تصميم المطرقة متكرر على جانب السيارة بهذا المكان. أيضا في الأسفل حتلاحظ أنه نفس حركة المطرقة متكررة هون أيضا، وفي الأعلى حتشوف هون شعار الار ديزاين عشان تعرف الفئة اللي أنت شاريها، تفصل البادي اللي فوق مع البادي اللي تحت. من الخلف إنارة فولفو الاعتيادية، هلأ كثير منكم ما حبها ولكن أنا شخصيا ما عندي مشكلة فيها. تعرفوا انه فولفو عندهم كثير تركيز على الامان، وهاي الاناره الهدف منها انها تعطيك رؤيه كامله، السيارات اللي بالخلف حتشوف انارتك الخلفيه من مسافه بعيده، فهذا بساعد بعنصر الامان فيها. هلا بالاناره حتلاحظوا ايضا نفس حركه المطرقه متكرره هون، وكمان جميل لما تشوف هاي الحركه متكرره بكذا مكان. كلمه فولفو حتلاحظ انهم مدخلينها داخل البادي، عاملينها فراغ بس لتحطوا الاحرف بقلبها. وشعار التي 5 اللي متكرر على كثير سيارات من فولفو، هذا الشعار بتعرف انه السياره 2 لتر توربو، وبتشوف شعار الاول ويل درايف اللي هو الدفع الكلي للعجلات. وفئه الار ديزاين من الخلف بيجي عليها الاكزوستين يمين ويسار. ومره اخرى حركه المطرقه حتشوفوها هون بهذا المكان. هلا كل ما دورت بالسياره اكثر كل ما حتكتشف مطارق اكثر. الدخول على السياره من جميع الابواب حيكون من غير مفتاح، وايضا ما في داعي تكبس زر انت او شيء، بس بتحط ايدك وبيفتح الباب مباشرة. مفتاح السيارة هو شبيه بمفتاح السيارة تاع الاكس سي 90، شوفوا المفتاح. طبعا فولفو هي واحدة من الشركات القليلة اللي بتلاقوا انه المفتاح عليه جلد، نفس جلد السيارة حتلاحظوا متكرر على مفتاح السيارة. اتوقع الشركة الأخرى اللي فيها نفس الحركة كانت الرولز رويس. تأثير التصميم الخارجي على داخلية السيارة ملحوظ بالخلف هون، هاي الحركة اللي بالنوافذ، شوفوا كيف صار الشباك من جوا. بتلاحظوا ان النافذة الداخلية هون مستقيمة، ولكن هون اضطروا انهم يقطعوها، فاللي جالس ورا ما حيكون عنده رؤية كاملة من هاي المنطقة، حيطلع من هون. ولكن لما تجلس هون حتلاحظ انه ما في تأثير كبير على الرؤية من الخلف، النوافذ عندك كبيرة وخاصة مع سقف البانوراما عندك هون نور بما فيه الكفاية. هلا المكان في الخلف مريح ايضا، انا مجهز الكرسي الامامي على طولي، شوف هون مساحة الرجلين وايضا مساحة الراس كثير واسعة، فحتى اشخاص اطول مني بيقعدوا ورا مرتاحين. داخليه الفولفو انا معجب فيها بصراحه، خاصه هون بالار ديزاين. الجلد اللون الاسود مع التطريز بالابيض مع الالكانتارا وتنوع المواد بشكل عام جدا جميل عند فولفو. مهندسين والمصممين عند فولفو جدا اذكياء، وحادخل بالذكاء بعد شوي. فتحات التكييف مثلا، شوفوا قديش هي بسيطه ولكن جميله وتصميمها ذكي.
ولما تحركها يمين يسار بيطلع كليك، وهذا الكليك كمان بحسسك بالجوده. هلا تصميم الفتحات، عن قريب انا جربت الاستون مارتن دي بي اكس، وفتحات التكييف بالاستون مارتن جدا شبيهه بهاي، فيا ترى مين قلد مين؟ وما بين فتحات التكييف حتشوف هاي الماده اللي مستعملينها فولفو هون، كمان ما شفت انا على سيارات تانية تشبه الحديد في النص. تصميمها جميل ومتكرر على كثير اماكن في السياره. وفي الليل حتلاحظ انه في اناره مخفيه بتعكس عليها. المواد المستخدمه ايضا في الداخل غير تقليديه، مثلا عند الابواب انت حتفكر انه هاي الماده هي سجاده عاديه، ولكن لا، لما تلمسها حتلاحظ انه الماده ملمسها مختلف. ملمسها شبيه بملمس كره التنس. وهاي الماده بالكامل فيك تطلبها باللون البرتقالي. ايضا الجزء العلوي حتفكر انه هاي قطعه سوداء عاديه، ولكن لا، ملمسها زي ملمس الملابس، ما بعرف الجاكيتات القديمه، بتحس نفس الملمس فيها. كمان جميله هاي الماده. جميل ايضا هو مساند الراس، شوفوا قديش نحاف، والكرسي بشكل عام كله نحيف، كل ما يعطي الشخص اللي بالخلف مساحه اضافيه. وحتلاحظ على الكرسي ايضا علم السويد، لانه فولفو بيفتخروا ببلد التصنيع تبعهم. مقود القياده جميل، داخل عليه نوعين من الجلد، جلد عادي وهون جلد فيه فتحات، وايضا داخل عليه التطريز داير مداره، كرمال يتماشى مع الكراسي اللي في السياره. وبتلاحظ تحت شعار الار ديزاين. الشاشه الوسطيه تحكم فيها جدا شبيه التحكم بالايباد، تشوف القائمه على اليمين وعلى اليسار، تسحب من فوق، تدخل على الاعدادات. فرضا مثلا دخلت على السياره بدك تشوف الإنارة الداخلية، بتتحكم هون بالإنارة الداخلية، الألوان اللي بدك إياها، وبس تخلص كل ما ترجع القائمة الرئيسية زي الآيباد، تكبس هون وبيطلع إلى الخارج. أيضا جدا جميل هو التحكم بالتكييف، تكبس أنت على هاي القائمة بتشوف وين بدك توجه الهواء، بالنص، تحت، فوق، فجدا ذكي التحكم فيها بالتكييف. طبعا الحرارة كمان في سلايدر بتطلعه لفوق وبتنزله لتحت، تختار الحرارة اللي بدك إياها. وبس تنتهي من استخدام الشاشة وتلاحظ إنه بصماتك في كل مكان، فولفو عطينك هذا الاختراع. فيه نفس منديل، طبعا تكبس هون، تغلق الشاشة وبتمسح الشاشة وبتنظفها على كيفك. الأشياء الغير تقليدية بالفولفو كثيرة صراحة، ولكن كلها تقعد تحت مظلة واحدة، واللي هي الذكاء التصميمي. زي ما قلت لكم في كثير اشياء ذكية بالاكس سي 40، خليني افرجيكم البعض منها. عادة في هذا المكان حيكون في زر، ولما تكبس هذا الزر حيصير بالخلف ما فيك تفتح النوافذ للاطفال، ولكن هون مش بس للنوافذ، هذا الزر اذا بتكبسه ايضا الابواب الخلفية ما حتتمكن من فتحها، فالتشايلد لوك للابواب حيكون من هذا الزر. وهون في العدادات في الامام حيطلع عندك انت لو فعلت الخاصية او لو طفيتها، لانه هذا الموضوع خطر صراحة، ولازم يكون السائق عارف اذا ورا في تشايلد لوك ولا لا. طبعا حتلاحظوا هلا هاي الدايجرام انه كرستي باللون الاحمر، لان انا مش حاطط الحزام، وبس حط الحزام الامان حيطلع عندي بالشاشة. تاني نقطة للذكاء التصميمي هون هو اماكن الكروت. في عندك كتير اماكن فيك تخزن فيها كروت بالسيارة. اول مكان هو بالنافذة الامامية، طبعا هذا المكان بتحط فيه هون كارت الباركينج معظم الاحيان، او اذا حاطط تيكت للباركينج، فشوفوا كيف تخزنه هون. ثاني مكان هو تحت فتحات التكييف عند السائق، في عندك هون مكانين للكروت، وحاطينه بزاويه انه مستحيل توقع انت وعم تسوق فيها. ثالث مكان هو هون بالمكان الوسطي، كمان مكان غير مرئي، بتحط فيه الكارت وبتخزنه. غير اماكن تخزين الكروت، في ايضا كثير اماكن للاكياس. هذا الكيس مثلا جايبه بس انا لفرجيكم، بدك تخزنه هون، تفتح هذا المكان حتلاحظ في هون قطعه، تطلعها للخارج ترجعها وبتخزن الكيس تبعك هون، حيضل متعلق في مكانه. بالخلف ايضا عندك هذا المكان، هذا طبعا بتعلق فيه ملابسك او الجاكيت، ولكن ايضا عندك الامكانيه تعلق منه اكياس. بالصندوق الخلفي عندك عدة أماكن تعلق فيها أكياسك. أول مكان هون، هذا مكان اعتيادي، ولكن الأجمل من هيك أنه عندك أنت هون حاجز. فرضا بدك تقسم أشياءك لمجموعتين، أشياء نظيفة مثلا وأشياء وسخة، ترفع هذا الحاجز وبصير عندك فاصل، وبتحط أشياءك مثلا
شوي في الامام وشوي في الخلف، كل ما تفصلهم. ايضا لما تقرب هون حتلاحظ مرسوم شعار اكياس عليهم، لانه هذا المكان مخصص للاكياس. وما انتهينا من الذكاء، شايفين هالقطعة اللي فوق بالكامل هاي القطعة؟ فرضا انت قررت تشيلها لهي القطعة، تفكها من هون، تفكها من هون، ترفع المكان السفلي وبتجيب هاي القطعة وبالكامل بتخزنها. فبتلاحظوا انه عند فولفو ما في مكان غير مش مستغلينه، خاصة للتخزين. فرضا عند الكراسي الخلفية بتشوفوا هذا المكان اللي هون حاطين فيه جيب للتخزين. بالأبواب الأمامية أيضا أماكن تخزين ضخمة، شوفوا حتلاحظوا أنه حتى لابتوب كامل بساع هون، وعندك لسه مسافة هون ومساحة هون لأنينة مي. هلأ كيف فولفو حصلوا على هالمساحة داخل الباب؟ إذا بتركز حتلاحظ أنه الباب هون ما فيه سماعة أو سبوفر أو هالقطعة اللي بتجي هون، وين حاطينها يا ترى؟ حتلاحظها هون تحت غطاء المحرك. هلا كيف بيشتغل هذا الاختراع؟ ما بعرف، مكتوب اير ووفر تكنولوجي. اماكن تخزين ايضا عند السائق، حتشوف في هون زي جيب للتخزين، وايضا تحت كرسي السائق حتشوف في هون درج سري تخزن فيه اشيائك. واكيد اماكن التخزين الاعتياديه اللي هي بهاي المنطقه مع الشاحن اللاسلكي هون، وتحت مسند الايدين في هون مكان كبير للتخزين. فزي ما لاحظتوا أماكن التخزين في كل مكان في السيارة، ولكن فولفو مش فقط فيها أماكن للتخزين، فيها أيضا أماكن للتخلص من الأشياء. هون بالنص في سلة مهملات، خلينا نرمي فيها بعض الأشياء. هاي البطاريات اللي استخدمتها اليوم، أنا وعم صور وصلت على نهاية الفيديو واكتشفت أنه ما في صوت لأنه البطاريات خلصت، فاضطريت أعيد التصوير من أول، فدعمكم للفيديو مطلوب. ها هاي رمينا الأشياء في سلة المهملات، طبعا ترمي فيها اشيائك، وبعدين لما تنتهي فيك تاخذها للسله زي ما هي وتفرغها في مكان خارجي. طبعا غطاها بينشال بالكامل، كما تستطيع انت تفريغها بشكل جدا سهل. شيء اخر ذكي، ما بعرف اذا فعلا هذا واقعي ولا انا عم بتخيل، هو صوت الاشاره. فرضا اعطيتك اشاره يسار، سامعين الصوت؟ هلا صوته مختلف عن صوت الاربع اشاير. هل هذا الشيء بباقي السيارات ايضا؟ ما بعرف، ولكن هون لاحظته انا، وبخليك انت تميز شو اللي ضاغطه بالضبط بدون ما تطلع. كمان ذكي هو مساحات النوافذ الاماميه، حتلاحظ انه على غطاء المحرك ما في رشاشات مي، هذا لانه الرشاشات مبنيه داخل المساحات الاماميه. كرمال تعطيك المي بشكل اقتصادي اكثر، كرمال تحسن عمليه التنظيف، وما ترش على السيارات اللي حواليك انت وعم بتسوق. قبل ما نمشي هلا في حركة يمكن البعض منكم ما يرتاح عليها، واللي هي نقل السرعات. لما بتروح انت من بارك لدرايف لتمشي يعني، بتضغطوا مرتين، مرة اثنين لتروح على نيوترال بعدين على الدرايف. ما فيك بسحبة واحدة تنتقل من البارك للدرايف، بدك خطوتين. ايضا لما ترجع على الريفرس بدك خطوتين ايضا. فالبعض منكم ممكن ما يرتاح عليها، ولكن مع الاستخدام حيمشي الحال. هلا ايضا ما خبرتكم انه في كاميرات خلفية هون، حشوف الكاميرا الخلفية رؤيتها واضحة. كاميرا الريفرت حتحس انه واحد عامل هيك بعيونه عشان يتطلع. وفي 360 درجة تشوف حوالين السيارة، يمين يسار امام خلف، كل الزوايا موجودة هون بالكاميرا. الاكس سي 90 لما سوقتها لقيتها كثير سريعة بالنسبة لحجمها، وصار عندي فضول اني اجرب شوي اصغر منها من فولفو. هاي اصغر، الاكس سي 40 اصغر اس يو في عندهم، نفس المحرك، ولكن الاكس سي 90 كان تي 6 اللي هو توربو مع سوبر تشارج. هون نفس المحرك ولكن ما عليه سوبر تشارج، فقط عليه توربو. المحرك 2 لتر ان لاين 4 يعني 4 اسطوانات، وقوه المحرك مع التوربو 250 حصان. قوه المحرك على وزنها وحجمها للسياره بيجعلها كثير سريعه، ما تخيلت تكون هيك سرعتها. فيها تسارع فوري، وحتى سمعتوا صوت، تسمع صوت التوربو، البلو اوف فالف تبع التوربو مسموع هون فيها، تسمع التصفير هاي او التنفيس تاعت الهواء. خليني اجرب اسمع لكم اياها مره ثانيه. سمعته؟
تسارع فيها بالنتيجة من 0 ل 100 ب 6.1 ثانية. خليني أفرجيكم تجربة التسارع. ثبات السيارة على المنعطفات بالنسبة لكروس أوفر مش بطال، في تماسك، في ثبات. طبعا بتحس بانتقال الوزن من اليمين لليسار، بس بالنسبة لكروس أوفر ثباتها كافي وثباتها جيد. مقود القيادة جدا ناعم، معمول للراحة، معمول للكومفورت، مش مخصصين انه يكون رياضي. حتى لما تحطه وضعية رياضية هتلاقي انه جدا سلس، وما زال وزنه كثير خفيف. ناقل سرعات 8 غيارات، سريع سلس ما فيه مشاكل. لما تحطه على وضعية اوتوماتيك جيد، ولكن لما تحطه على وضعية المانيوال تستخدم هذول الاثنين حتحس نوعا ما في استهزاء يعني، فخليه على اوتوماتيك احسن. وفي طريقة مانيوال تتحكم فيها من الليفر اللي هون، من الجير ليفر، يمين ويسار. بعض السيارات القديمة كان فيها هاي الحركة، وهون فولفو ما زالت فيها. انا شو رأيي بالاكس سي 40؟ صراحة حبيتها، فضلها عن المنافسة تاعتها، فضلها عن الاكس تي 4، فضلها عن الجي ال اي، فضلها عن كل السيارات من هاي الفئة. الاشياء الذكية اللي فيها بتخليك تحترم المهندسين والمصممين اللي اشتغلوا عليها، وفيها كتير لمسات ذكية كل ما تستخدمها يوم بعد يوم حتلاحظ فيها اشياء اذكى واذكى. حبيتها لدرجة لو شخص اجا وحكالي كلام سيء عن الاكس تي 40 صراحة هتخانق معاه، لان السيارة فعلا جيدة. انتو شو رأيكم فيها؟ عجبتكم ولا لا؟ خبرونا تحت بالكومنت. بشوفكم الحلقة الجاي، مع السلامة.